فيضانات باكستان فرضت واقعا غير مألوف في المناطق المتضررة، فهذه القوارب تحولت إلى وسيلة النقل الأنجع بين القرى المحاصرة بالمياه والتي لم يعد بالإمكان شد الرحال لها عبر البر في ظل الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق، بيد أن هذا الواقع الصعب بات مصدر رزق لآخرين. علي أصغر جاء من منطقة أخرى بقاربه للعمل في نقل المتضررين والمحاصرين. أعمل على هذا القارب منذ 5 سنوات، أتيت هنا لأول مرة وأقوم بنقل العالقين مجاناً وفق مقابل مادي أو وقود من السلطات المحلية، ويومياً أقوم بنحو 5 جولات. نحن فقراء، لقد خسرنا كل شيء بسبب الفيضانات. أنقل هذا العلف إلى المدينة علي أحظى ببيعه وأحصل على قوت أسرتي، فلا عمل لدينا. استمرار كارثة الفيضانات وما خلفته من أضرار وجد فيه أرباب القوارب والمهن المرتبطة بها فرصة للعمل والربح، حيث باتت تنتشر العديد من الورش المؤقتة لصناعة القوارب الخشبية الصغيرة في المناطق المتضررة بالفيضانات. لقد خسرنا ممتلكاتنا وتضررت أعمالنا بسبب الفيضانات، ونصنع هذه القوارب حيث هناك إقبال عليها، فبها يتم نقل السكان والأغراض إلى القرى المحاصرة بالمياه. فالعديد من تقاطعات الطرق والجسور المغمورة أو المحاصرة بمياه الفيضانات تحولت إلى مرافئ صغيرة لنقل المؤن والركاب. أسر بأكملها لم يعد أمامها مفر سوى ركوب هذه المياه للتنقل والترحال، ليس من باب التسلية وإنما اضطرارا. ورغم المخاطر المحرقة بهم، لا تزال المئات من الأسر المتضررة تفضل البقاء في قراها بدلا من الفرار إلى متاهات النزوح والمجهول، وإلى حين انحسار مياه الفيضانات وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، ستبقى هذه القوارب شريانها للحياة وهمزة الوصل بينها وبين المناطق الأخرى. عبد الرحمن المزيني، العربية، إقليم السند.